كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. وما اتفقنا عليه إن سيسرق عبر الفريد البصري. أفسد عبر الفريد السريع يا سيدي. شغلك لن تحيا العدالة والقانون. إلى اللقاء. نعم، أبلغ تحياتي للمفتش تبوني. عبد الله الشبلي الموظف العام لمركز الفنون الدراميه والروحيه بتطوع. المهرجان الوطني للمسرح التونسي هي بادره معناها من وزاره الثقافه، ومحطه اخرى موعد اخر ينضاف الى المواعيد المسرحيه بالجهه اللي تعوزهم المواعيد المسرحيه. هي دوره اولى، بادره اولى، ان شاء الله تبقى متواصله، ان شاء الله تكون حاجه يعني قاره. موعد اخر في حتى في التوزيع السنوي يعني للمواعيد مهم في شهر سبتمبر في بداية الموسم الدراسي. اليوم افتتاح باش نتبعوا عدد العروض والمواعيد والمحطات المسرحية، وإن شاء الله المسرح ديما في احتفاء واحتفال. وقع المسرح في تطوين، وقع المسرح في تطوين، ووقع المسرح في تونس كاملة يشهد شيء ما من الركود على مستوى يعني المسرح كفعل ثقافي، كإنتاج، كظاهرة، كاهتمام أصلا من فعالين ومهتمين. ثم شيء من البهتة، شيء من الضبابية، واقع مسرحي مش عارفين يعني حقيقة وين ماشي. في حاجة كبيرة لإعادة التفكير، للرفلكسيون، لإعادة ترتيب البيت من جديد، يعني لمسرح يعني في المستقبل من شأنه أن يقوم بدوره بتاعه، وهو بناء شعوب. وكما قال يعني القول المشهور، أعطني مسرح أنا أعطيك شعب عادي. علي حديث مدير مركز الفنون الدرامية والروحية التطوعية. فكرة على برنامج الأقسام المسرحية. اليوم في التطوعية ينطلق فعاليات فقرة مهرجان المسرح الوطني التونسي، هو مهرجان وطني ينطلق اليوم في تطاوين من 22 إلى 25 سبتمبر، بدينا بالنوادي المسرح والمسرح الهوي والمدرسي والنوادي دور الثقافة في تطاوين، ثم غدوة واصلوا مع الجامعة أيضا، عندنا عرض في المركز الجامعي حي الجامعي بعنوان كوميديا، ثم في الليل عندنا عرض بعنوان كاميرا دم فضاء الحمراء بتونس من إخراج معز الرابط. النهار 24 تكريم للناقد التونسي المسرح التونسي أصيل الجيل أحمد حاضر بالعرف، وأيضا عرض مسرحية منامة لشركة مكتبس المسرحية مكتبس، و 24 و 25 الصباح أيضا في مقهى جيت سيت هناك قراءات مسرحية يقوم بها مجموعة من رواد المسرح والمهتمين بالشأن المسرحي. حبينا من خلالها نكرم كتاب المسرحية التونسيين المحليين والوطنيين على حد سواء، وايضا التذكير بالنصوص اللي في فتره من فترات كانت رياديه في المسرح التونسي، كانت معروفه مثلا عطشه للصبايا، جنون للمسرح الجديد وغيرها من النصوص المحليه.